الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فاليوم يوم الأربعاء 14 من شهر ذي القعدة عام 1423 للهجرة النبوية، اجتمعنا في هذا المكان المبارك وبهذا المركز المبارك، مركز دار العلوم التعليمي، مع كوكبة من العلماء والدعاة إلى الله لعرض كتاب القواعد الفقهية للشيخ ناصر عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولنستمع من الإخوة طلبة العلم والأخوات طالبات العلم هذا الكتاب الذي تم تدريسه في هذا المكان، وهو أول فوج وأول دراسة لهذا الكتاب مع هذا الفوج الأول. نستمع من الإخوة عن طريق قراءة أول بيت لأحد الطلبة وإكمال جماعي لشدر الثاني من البيت. نبتدي من اليمين. طيب ابدأ. نعم الوسيعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة، والصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشاك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. من كتب أهل العلم قد حصلتها، والعفو مع غفرانه والبر، والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدار للقبائح، يقدم الأعلى من المصالح، يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد شريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، ولا محرم مع الضرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك باليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فثم ذاك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. واحكم بهذا الحكم للزوارد، القضاء والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مصائد الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم
السليم في نفس العمل وشغله فذو فساد وخلل ومدرك مذي ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن في الجمع والإفراد كالعليم نكرة في سياق نفي تعدي العموم أو سياق نهي كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا بخير مسمعا ومثله المفرد إذ يضاف فكم مديت الرشد ما يضاف ولا يتيم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور كلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمأمور وكل حكم داير مع علتي وهي التي قد أوجبت لشرعتي وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد وعسه فباطلات فاعلما من الحقوق أولى التزعم وإن تساوي العاملان اجتمعا وصح فعل الواحد مستمعا وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمصبل لا يؤدي عن أخي واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا كالوازع الشرعي إلى نوران الحمد لله في البر والختام والدوام على النبي وصحبه والتابعين والآن نسأل بعض الأسئلة من هذا الكتاب للإخوة. السؤال الأول طبعا باللغة الصومالية. شاق وحوش يا جاي علمك يو فائدة أولي هاي يو إلهي من ندي سيفدري سعين يتاع علمك إلا برطو هيه أي محمد عبد عيسى. قال المصنف رحمه الله اعلموا ذيك أن أفضل من العلم يزيل الشاك عن توترا. السؤال الثاني ما شاء الله بات وحشيخ نقبه الرئي إن عمبرنا علمنا اللي جرى هذا القواعد الفقهية فإذا دي سنة أول شيء غير لباب بيت بكل شيء غير لباب بيت يا شيء كرا علمي قواعد الفقهية هي فإذا دي أولي هاي هي شيخ كهض لي هاي حسن أحرص على فهمك للقواعد جميعة المساري الشوالد. بيت ثاني ترتقي بالعلم خيرا مرتقى وتقتفي سبلان الذي قد وفقا. طيب شيخ وحكاها بني رحمه الله نيادو إنه يتهي شردي عماشو لن أي شردي أوتهي يا كالي كربيت وحكياني هيا شعيب النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. مقاصد الشريعة إنه يتهي إن وحلا فضيه أون لا أتكينين الشريعة ده إنه كل سنة هاي يا كهذا كربيت كشيء كره هاي هاي محمود. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ما له تعسير. طيب هذا كل ما مصالح بدن أي كل ما فرض هي السنة هي صالح بدن بقى كل مي يا شيء كرامتك الله هرمرين هاي سواء بيت سوق هذا نين كله هرمرين
صحيح؟ الياس صحيح؟ يا مده مده وين بالله مرنا يا هذه مفاسيد كل معنا كيل هر مرن يا شيء كره هاي عبد السلام مده 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 يا رأي واسع سال قدر يا طيب بيت كده يا شيء كره هاي شو اسمه طيب هيا مفاسيد هذا كل ما مدة يربع القلم باترادين يا شيء كربيتك ديري وات تزاح وات طيب هدي قفك وودو وحي واجب كواها واجب كواها دولو وودو وايو ماشي واجب ما يالو sidoo kale wax maxduur oo laga xarimay qofka haduu u baahdo ayaduna xaaraanimada meesha ka baxaysa ya sheegi kara beedka ku saar horay ibraahim la muharram wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharram ma iqtidari haye beedka ayaa ku celin kara haye abshukur wa laysa beedka ayaa ku celin karaan kuwii بالاقتدار نعم قاعدة واحدة تلي رأى اليقين لا يزول بالشك قاعدة داسي نظم الشيخ وكاني بيتك وكاني يعني بيت بدلك نظم بدلك عبد الرحمن هاي مكجوا هاي فلا يزيل الشك لليقين طيب حاجرتا الرمان دورة أصلكو ياهي إنو ظاهر ياهي أصلكو ياهي إنو ظاهر ياهي الرمان عزيا شيء كرا هيا الزياد كرغت والأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة طيب وحل إلى هذا عادده العادة المحكمة يا جرت هذا اللي يراهذو بقى عادده أصل كذا هنا يتعي أصل كذا محيوي عادده يا شيء كره أصل كعادة محي تعي هيا عبد القادر أصل كعادة محي ترت بنانته مثل ما بنام هيا هيا أصل كوي واحد يرت مقشي كره هذا والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي صائف طيب وحاس وارمها عادة ذاوي لكن عبادته أصل محواه عبادته أصل محواه ها شيء كره هي هذا ده كجوا يا كلك جاب يا هي يعقوب أصل كعبادة مع أصله هنا بنان طيب مثلا بنانين واحد قف مسكين عبادة يسون كره سواء نسكو سعروري مسكين عبادة يسون كره يا حاصل كم حاول هنا بنان مياه زين بنان هنا بنانين هاي محاول دليل بيتك وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شارع مذكور طيب حديثك يا شيء قرار انت عيضة بيتك هاسي أما قاعدة هاسي أصلك في العبادات إنه يهي التحريم أو البنيسان كان إلى شارع دليل الله يرى حديثك يا شيء قرار قرر وقاضي قرار يعني كجوابين الدائرة كجوابين هاي يوسف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طيب حديث عائشة يا شيخ زيادة عائشة في صحيح مسلم ها طيب شكرا جزاكم الله خيرا صدح شيخ وحاج رقفك عن هذا كان الله ما أحب له هيسن عبد الله ما هذا أن آخره أحب له هيسن آخره أحب له هيسن طيب أدونك لكن حكاية الشاه والله قبصنا هي لكن آخره والله ما يست يا شيء كره هيا فرحان الصدر معبود الرحمن طيب قف أقول أنت خذ نسيانك إكراهي قف أقول أنت ولا 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 ذي ما كنا معي
ما لا مقدبي مثلا مقدبي طيب محمود دليل بيتك يضبطوا عجر توح قاعدة اللي يراجع التابع وتابع يعني يصيح في التبعية ما لا يصيح استقلالا ويجوز في التبعية ما لا يجوز استقلالا وحكري أن قرر يستعي كريم لكن هذا طابعي هاي هو برنان بجرة يا شيء كربيت كارنتا كسو عراري هذا ما هذا الشعب قد يبت هذا قد يبت هي زين هي ومن مسائل الأحكام في التبع ثبوتنا إذا سرقنا فوقع وحاجه الشريعة هذا وحين الحذينين واحكامه وقف الواجبيه لكن انا دين انت كبح انت كبح انت كبح ولو عليه عرفك يا هذا يا جره سوما وحين الحذينين محلو علينا يا عرفيه هذا بيت كاس يا كان جوابي كره هيا وليك جوابين احمد ايه والغرف معمول الى ورات من الشريف الشريف لم يحد طيب قف مؤذيه اما سائل ياكو دبي واد كعرتي واد كعرتي واسك علين ويدي وكاف كدي طيب سائل كاسغا سائل كاسغا واسك دفاعي ساسوما اي اس اس كي دفاعي مركه هرا ما كد بكسين دلي ها مركه ابيد كي شي غرغبدها كور قاد بعد الدفاع التي احسن وحاجه واحد اللي يراد سيق العموم سياق العموم كتاب محمود يقول نغ شيء صدحه يقول كتاب كشيء يا صحيح شنو شنطة يا شيء كان شنطة يا اسرائيل قال هالمره سوى بيت سوق هذا ها ما والله يا تقول يزاو هاي هل ها سياقة النفي هي نكرات في سياق النفي ها 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 لحو يوليو المفرد المفرد المضاف المفرد المضاف الى معرفه شنطه وزوا يا شيخ بدك هذا كله بيت كده يا شيخ بده هار ابن هار عشاء يا حمزه طيب من يا ما يا شيخ ذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي أسمع طيب المفرد المضاف إلى معرفة يا شيك أنا بيت كذي هاي كم ده وفم ذي دروس ما يضاف طيب حاجة توحل إلى هذا الحكم يدور مع العلة حكمكم مرة البخلص هذا الذي صلى الصلاة صوما يا شيخ ربيت كاس بيت لو كان عند اصحاب هذاس احمد ايه يوسف طيب شروط المسلمين تدي شرط ودا كلام ما خويا حون كان يا شيخ المسلمون المسلمون على شروط وعنده شروط هي مركا شرط ياس محل غير ما لازم بس ما لازم ما لا بيت يا شيخ قرا هيا افتح كل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد طيب شرط يا دون شرطي حرام حلالين هي حلال حرامين هي محاوي هي بعض الباء شرطي شرط ادو هي حرام حلالين هي هي بيت كده الا شروطا حللت محرمه وعسوف باطله فعلما حاجه مساله القرعه مساله اللي يراهده قرتور سمع الرزان قرتور مبنايه مبنايه يا كان كر ايات قرانه او شيء اذا قرتور انه حلال يها بنايه ام بنانا شرع من قبل يا شيخ قر ايه اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم آيات كرا يا شيخ كرا في قصة يونس عليه السلام ها
السهم فكان طيب هي بيت كي أكيد كان مركب قرعة كهذا هي عبد الجبار قف أنا هذا الهدوية يا أبو بكر ما هذا طيب قف كذو مشغول يا سلاد بكل جرا ما الله مشغول ما الله سلامي هيا ما حضري البيت كي شيء كرا يا أنا هذا هيا 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 هاي بيت هاي يكون عندنا كرة هاي شعيب كل مشغولين فلا يشغلوا يذل المرهون والمصبل طيب ما معنى المرهون وما معنى المصبل يا شيكرة مرهون محاوي يا شيكرة ها مرهون يا شيكرة هاي عبد الله عبد الرحمن ها ها طيب ها سي ساتر نظر يعني الله مع الدليل القران يا شيكره ايات في سوره البقره كجر تمجرت ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها صمت بارك الله فيك ما تقالوا عرف لا امامنا ايه لما له أقول في عن تعرض وصص، ولكن إنك حق يقولها كبح هي، مكون قنكرة حق يور حق يعني كبح هي شيء بديكرة، مركزة، أبارمة، هبيت كذا شيء كرة، أيه، يعني هذا المش، يا، عبد الجبار أيه، إنه يطالب، نعم. وحاجة توحل إلى وازع ضبعي وازع شرعي صمه وازع ضبعي مثال كذا شيء كلا وازع ضبعي مع الغوضة هاي ها وازع ضبعي شيء كلا ها وازع ضبعي حوالي وحا عليها تبعي عندها وحا معاصي طبعا الهام بمعاصي ذي كان الرئيس سيدا مثال هيا رأي تبعا الهام قفك وقع الرأي شرعي يو عقوبة يو حساسة كأنه هو جودي أنا بعانين إذا عام بنفتي زي دو جديس مثال كذا شيء كرا ها هاي سون أو سون توي وسخ جاهزه العوني هلا صاما طبعا هم بقفوا جديا صار صاما طيب وازع الشرعي مركب على مديار الشيء كرا بيت كاس في عيا آخرين كرا يا عضير كوا آخرين ها عضير يا كوا آخرين هاي هاي إلياس والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشعير الى نقران احسنت بارك الله فيكم بهذا نكون قد انتهينا هذا العرض البسيط لقراءه هذا الكتاب المبارك القواعد الفقهيه للشيخ عبد الرحمن الماسري السعدي رحمه الله تعالى ونحن نتشرف بهذا اللقاء حضور الاخوه المباركين الدعاة الى الله الذين جاءوا من اماكن ومسافات بعيده كما أننا نتشرف الأخ الشيخ الوالد الشيخ هاجر الذي زارنا من أقصى المدينة والذي كان داعية وإماما في إحدى المساجد في قطر دوحة كما أننا نشكر الإخوة الآخرين المرافقين من الطلبة والدعاة وكذلك الإخوة معلمي ومدرسي هذا المركز المبارك ومسؤولي هذا المركز جزاكم الله خيرا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يجعل هذا العلم علما نافعا وأن يكون خالصا لوجهه الكريم وإنما قلنا هذا العرض البسيط تشجيعا للإخوة الطلبة ليكون ذلك شحذا للهمم وحماسا لهذا العلم الذي هم فيه ونتمنى إن شاء الله تعالى يكون ذلك بداية البداية طيبة إلى نهاية مباركة طيبة والعلم إن طلبته كثير والعمر في تحصيله قليل فبدأ الأهم فالمهم بدأنا بداية هذه الكتب المباركة حفظ المطور العلمية وإن شاء الله كما عرضنا هذا الكتاب سنعرض الكتب الأخرى التي أنتم الآن في سدد دراستها وبعدها سنقوم بحفلة إن شاء الله تعالى مشهودة يجازى به الحضور أو المتسابقون جزاكم الله خيرا وشكرا لكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته هذا بدل ما سنتين كلهم كان قيمها بدن يعني سكو إيماني علوم بدن يخصوا قيب قشي معلمين تاني يدعاء داس ونعكسن أيه والله هنا المشايخ ذي هنا يخصوا قيب قلين إن شاء الله وكل ما ذو سيدنا يصعون دونا قف والباو واحد برنا يسوق هذا واحد متقنا والله السوق هاي إتقان محن يري شعار كين محيي الإتقان ما هو شعارنا إن شاء الله تعالى إنه وحلا السوق إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه قفك وحو قبنا إنه السوق يا الله مرك إن شاء الله تعالى حفظا ومعنا إن سفي عن حسقنا يا الله بارك الله فيكم ويرسيس عندهم طبعا الحمد لله بدون كتاب كان دون ورد ماضي لكن مراجعة دي سمر والبول سويدين كرا إن الله يا الله وحا إنه أبي الله بدون كتاب كرا بإذن الله نحوه أبي الله بدون مصطلح الحديث إنه أبي الله بدون بإذن الله وكان هذا سورة تشين دونا إنه إذا أراد قتشان دونا كتبت كلام الله بالله بدونا مكتاب كوحي دونا ونسوا قدونا هنا بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بارك الله فيك سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.